أعلنت الشرطة الإسبانية عن اعتقال شخصين شمالي إسبانيا يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم داعش خلال عملية نفذتها بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقالت الشرطة الإسبانية في بيان إن المشتبه بهما اعتقل في مدينتي إتساسوندو وأفيليس لتورطهما في جرائم التلقين العقائدي ونشر الدعاية الإرهابية والتحريض على ارتكاب أعمال عنف.